وجل واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. إذا أخذتم الكتاب بقوة وذكرتم ما فيه إن شاء الله تصيبكم التقوى، تصيرون من المتقين. أما واحد سامحني ما بده يأخذ الكتاب بقوة، بده يأخذ الكتاب هيك أخي عتسلاي. مرة إجاني شخص قال لي أستاذ بدي حكمك في مشكلة بيني وبين شريك لإلي، بقى بدي إياك مشكلة مالية أنه تحكمنا بالقضية. قلت له طيب قديش الخلاف اللي بيناتكم؟ في يعني مبلغ ماشي الحال. قلت له إذا أنا حكمت، أنت اللي هلأ جاي لعندي وعم تقول لي أستاذنا وتاج راسنا وحبيبنا وعيوننا، إذا أنا حكمت ضدك أنت بتلتزم؟ قال يعني شو بدك تحكم؟ قلت له لا، قبل ما نحكم شيء، قبل ما يضيع الوقت، إذا حكمت تلتزم؟ قال إيه يعني شو بده يطلع الحكم؟ قلت له لا، قبل بدك تقلي بلتزم لحتى أنا أشتغل، ما بتلتزم شو بدي بهالشغلة؟ ليش عذب حالي؟ وهذا صاحبك كمان جي هو ملتزم ولا لا؟ أخي احكي لنا، وأنا أعلم يا أخوان، وأنا حضرت والله في مجالس إخوة حضروا معنا، والله في منهم فاجأوني بطريقة استجابتهم. قلت لهم أنا سأجتهد في البحث عن حكم الله، أنا بشر، أنا لا أعلم مراد الله عز وجل، بس أنا بجتهد وفق الشريعة، ويلي الله عز وجل يطلعوني عليه هذا جهدي. والله في منهم فاجأوني بالالتزام، والله لا إلى الآن ما زلت أذكر من 10 سنوات جلسة كنا ببيت واحد، هو خصم، يعني عقدنا جلسة أولى بالمسجد، بعدين توافقنا أن نكون في بيتي، فرحنا إلى بيته هو خصم، أنا طلع الحكم معي أنا والخبير الثاني بدنا نحكم على صاحب البيت، يعني اللي مستقبلنا ببيته طلع الحكم عليه، وأنه أنت بدك تجيب له نسيت والله 300,000 400,000 بدك تعطيه. أنا حكيت هيك يا أخوان، والخبير الثاني معي كمان حكيت هيك، قلت له شوفوا ونحن هيك الله ألهمنا وهيك طلع معنا بسبب كذا وكذا وكذا، ما لقيت غير صاحب هالبيت يعني مستقبلنا اللي نحكم عليه طلع من هالغرفة تبع الضيوف، قام يعني وطلع من غرفة الضيوف وسكر وراه الباب. خير إن شاء الله، دقيقة دقيقتين 3 دقائق 4 دقائق 5 دقائق ما عاد حدا إجا، قلت له يقوم حرد يجي طالعنا بس من بيته، نحن قاعدين ببيته، بعدين قلت له يقوم راح يجيب لنا حدا كمان. شي 6-7 دقائق ما لقيته غير فايت وجايب معه، نسيت والله شو الرقم 300-400-400,000 تفضل لرفيقه يعني لشريكه اللي كان الشريك، قال له تفضل ولا كلمة خلاص هيك طلع. هذا الاجتهاد هؤلاء الذين حكمناهم نريد شرع الله عز وجل. سبحان الله، هو نفسه والله بعد شهرين بيتصل فيني بيقول لي أستاذ تذكرتني أنا فلان الفلاني اللي من شهرين ثلاثة أنا ما كنت أعرفه يعني. قلت له طيب إيه تذكرت؟ قال لي وحكمت علي أنه أنا بدي أدفع 300-400,000. قلت له إيه وأنا أعطيته؟ قال لي إيه. قال لي والله يا أستاذ كان عندي عقار بكفر سوسة صلوا مدري كم يعني فترة واقف، إجاني زبون والله عطاني أكثر من ما أنا بدي، نسيت أنا كانوا مدري 300,000 دفع له أكثر ب3 مليون أو 400,000 ب4 مليون يعني 10 أضعاف يلي دفعون هون أخذون 10 أضعاف. أنت لما بتنضبط بأمر الله عز وجل والله الله عز وجل يرفعك في الدنيا والآخرة. فحتى تصيب التقوى بدك تأخذ كتاب بقوة، أما تأخذ كتاب يعني قل لي شو بدك تحكم؟ لا ما بدي لك شو بدك تحكم، إذا قلت لك هيك أراني الله عز وجل وفق كتابي خلاص بدك تلتزم بقوة لو نفسك لا تريد. ويا إخوان هذا لازم تختبروا أنفسكم فيه. هلأ أنا بدي منكم كل واحد وكل أخت تختبر نفسها إنه إذا شيء مرة حكمنا عليها هي وزوجها في خلاف، جينا إنه والله يا بنتي أنت خطأ بدك تحملي حالك وترجعي على البيت، يا لطيفية بتحس من داخلها معقول وأنا شو بدي أرجع وكيف طلعت وطيب هو لازم يجي ياخذني، لا أنت بدك ترجعي على البيت لازم تحملي حالك وترجعي، أنت مزعوجة. هون بيبان إيمان المؤمن أنه أنا مزعوج بس الله عز وجل يريد أن أفعل. يا أخوان أنتم مو كلنا صمنا رمضان، في أيام كنا نتمنى أن يعني نفطر يا أخي شوب كثير، بس خلاص الله يريد أن تصوم بدي صوم. هون خذوا ما أتيناكم بي.